صباحكم خير ونور وسرور. هذا ابو اللي اليوم بنلبسه، هذا البحري، بحري لو سماوي، سماوي كانه زين. هذا مال عاد مال قيد، تتان كرتان كتان، وهذا بعد بنطلون تي غير نمونه، ويا هذا الجوتي. ايش اسوي؟ خبروني، ما شي شغله. الحين تقوموا بعد يبالهم كواي شغله الكوي، روح هذا ياخذ مجده متى رد الضباب، رد الضباب. هذه ابوي لندن ام الضباب، هذه هي اليوم يهت. صبح الله بالخير يا لندن، ومبارك عيدك يا لندن الضباب. لا يا لندن الضباب، هاي ردت لندن الاوليه، ردت لندن الاوليه، ردت لندن الاوليه. حد ابوي جايينها من قبل وتقارد عليها ويابلها الحر، والحمد لله تبارك وبالنواصي والاقدام. يوها العرب ابوي المبروكه، لا ما يسمونها ترهم الضباب، مدينة الضباب، مدينة الضباب. الضباب بعد ترى غير عن لقطيطة لبنان، يوم في علاي وحدون وبرمانة، من تيل استفتح البلكونة ما توعى اللي يتبوي السحاب لين داخل حجرك، تدخل السحاب. ترى المناطق مرتفعة، مرتفعة فوق يعني بال، والعرب كلها باني فوق، فتدخل لغطيطة داخل البيوت، بين البيوت السحابية، وشي جميل منظر. فيقول عاد يتنا لغطيطة، فلغطيطة هي السحب المنحدرة اللي أنزل عن الغيمة، السحابة الخفيفة هاي، والغيمة الغليظة اللي هي المزون، هاي الغلاظ السود اللي فيه المطر. ولا السحاب هذا شي شرات حد من العرب، رمست يقول شرات سحاب صيف، يعني ما بقوية، يعني ما لها أي معنى، رمس ولا ما رمس، كل واحد منه سحاب صيف أو قرقعان صيف، ما يعطي يعني كلامه، ما يعطي ولا يودي ولا يجيب، يعني وكل واحد يعني مشطي ما مشطي عليك القلب ما مشتطي. يلا وياكم الله بكوي ثيابي بعين من الله خير، بنشوف وين الله يكتب لنا سيره اليوم. المر توه بالمر بعد، لا والله ثار ما بغطيطة، مطر شرات الندى. هي ها يعني ماشي ظهر اليوم، هي والله مطر ثرى، سبحانك يا رب مطر، والله اني اتحراها ضباب يا ربي. بقولكم ساعتين ها طالعوني، ساعتين وانا كوي كويتيام باختربيام كويتيام ها، وغدا هالنمونة خنزين الحمد لله. شو بسوي يعني، انا اصلا أكره شيء عندي الكوي. ثلاث شايات أنا ما داني الكوي، وانتظار عند شيشة البترول أصب بتروح حق سيارتي، وسيارة الحلاق. هاي الثلاث الأشياء ما دانيها. يلا ما لا بيت أنا. المهم ابتدى مثل المشوار، هلال أبوي ساير بفريجة، وأنا أبوي ساير عندي لازم مدة ساعة أو ساعة ونص تقريبا، واليوم معزومين على الغداء، غداء رسمي. يعني هل إن في تصوير؟ ما في تصوير؟ الله أعلم، لكن اليوم الغداء بيكون غداء دار. يعني هل إن مسموح التصوير؟ ما مسموح التصوير؟ الله أعلم. أتمنى إن يكون مسموح التصوير، لأنه طباخ الدار وطباخ ناس طيبين بعد، مكان طيب وكلني عارفه هالمكان، لكن ما بيديه. إذا أنه قالوا لي مرخوص بنصور، وإن ما طاع ما باليد حيلة. البارح المساء بعد جلست ويا ناس طيبين، أخيار حد شراتهم من هالعيمان، وحد من الشارجة، من الصداقات القديمة، فيهم عروق من الصداقات القديمة، لبهات. وفرحت بشوفهم وانبسطت وسولفت وياهم وعيدت من الله خير. يوم عدى الساعة 11 ونص 12 لرب، رخصت ويا أبوني لي فندقي بسيارتهم، وتقهويت عندهم، ولقيت العرب اللي فيها خير، غير بعد ممنوع التصوير. هاي مشكلة يا ربي، عادي غمض اني ودي أرويك شيء فنان. الفنان اللي انا اقصده الفن في الرمسه، في المذهب،
في المعاني، في الاستقبال، في الأخلاق، في الطيبة، في المايو، في يعني ناس اللي انهم يعني العيال قبضوا مذهب لبهات، لبهات مذهبين، لبهات ذهب، لبهاتهم وحاليتهم. فلذلك ما شدوا عن القاعدة، ما شدوا عن القاعدة أبدا. مذهبهم نفس مذهب هاليتهم، نفس مذهب يدودهم. سبحانك يا رب. وانبسطت كأني يالس أرمس ويا لبهات، كأني يالس أرمس ويا لبهات. وسبحانك يا رب. عجل العجلة الدنيا هذه الدوارة الطاحونة الساجية الدور، كأني يالس ويا لبهات. أقولكم ولبهات عندي بهم 35 37 40 سنة، وحين جلست ويا العيال ابدا نفس اللبهات، في الرمس، في الحس الواطي، طريقه المخاطبه، الادب، الاخلاق. شو بقول لكم، موعدي قريب هالمنطقه، وان شاء الله اني الحق، حب الحق اصلا موعدي الساعه 1، بعدين الساعه عندي، لكن ما تريقت ريوق، ما تريقت. فيني بكرة على فكرة ترى ما بيوعان، يوم ما فيه. أقولكم جماعة بعد ترى شوري تبوا مسج، قالوا لي أنت عديت الصبح ثلاثة أشياء غير الشيء الرئيسي اللي نرفز كنت نسيته، أذكروني به. وقلت بذكركم حينه، هو شيء ما يخصكم لكن الحين بس اللي يعني همني اهتمام حد من المتابعين بارك الله فيه. أنا قلت الصبح اللي ما داني انتظار شيشة في شيشة البترول والكوي، وما داني الوقت اللي بسيل حلاق، يعني هاي الثلاثة الأشياء ينرفزني، وصوت المكينة الكهرباء اللي تخم، مكنسة الكهربائية هاي بعد ما داني حسها. هي والله هاي أربعة أشياء ما دانيهم بعيشة الله. وتجي للدم بعد، تجي للدم حد يشاهده، واللي أعطي ويمن بعد هذا ما حد يشاهده، والبيعاري بعد ما حد يشاهده. هي والله وايد هالاشياء كان واحد اللي بيحزن، لكن شيء من الاشياء تطاق، شيء من الاشياء ما تطاق، بالاخص تجيل الدم. لا وبشيركم بعدها بالله تجيل الدم، تجيل الدم، والانسان اللي ييب طاري العرب واللي يرمس الرمس القاصره، بالاخص الكذوب هذا. اوه الكذوب هذا ابوي لا تاخذ منه لا حق ولا باطل، وحتى والكذوب ما تنقبل حتى شاهد، استغفر الله العظيم. والكذوب والبخيل، الله أكبر، البخيل حد يشاهد؟ البخيل بالذات هو اللي ما يتشاهد، ما يتشاهد البخيل. ترى البخيل ما بلازم يعطيك شيء ولا تعطيه، لا البخيل حتى في الرمسة، في المعلومة، يعني والكريم، الكريم بعد ما بلازم يعطيك شيء، الكريم بأخلاقه، بمعلومة عنده ما بيظهرها عنك، بوصف بيخبرك عن شيء، بغيت من خبر ولا علم، يا به برسم الخدمة بعد هذا ما حد شرعته. بيبيع بساتين ودخلت قال لي خلت قفل الباب، قلنا إن شاء الله عندنا جايين على مسجد، وصليت الظهر والعصر وعيت من الله خير. شيء وايد جميل فكرة يتري، والحمد لله ما يلا خلص ابوي خلص يا سيد ترياك. وينو؟ ما برو. احنا عند الكارتون تاور، بنشيل واحد من رد بنتوكل على الله. عاد ما يبي حد يصور والمدان التصوير هذا. ها يلا 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 انزل والله مليو. لا لا هذا لا لا ها خلاص يا ربي. يا خلف ودر عنك، شو تسوي؟ ما اسوي شيء. هالمسجات كلها حضرين كلمك ابو محمد. عاد الحين ويد حرام الصرم ما مسجلينه ابوي، ألف مره مسجل انك ألف. وحضرين الريال يا اخي بس عم تصر يا اخي الله العظيم انك مشكله. نحوين غدانا ابوي؟ غدانا عند سيف حمرعين. ايوه عند
سيف حمر اي ابو الريال ابو هالريال والله ما صورت والله ما صورت ما كنت حلف كافون عندك ايام ابو محمد علي من انا محالي في هالبوجه هي والله بعد يعني بعد خبر الحين واحد ذكرني قال لي بعد شيء حاي وحده تناسنها من اللي ما ادانيها قلت له شو قال لي ما اداني الاماره وقت الاكل قلت هي والله بعد امور وايد انا ابوي ما اداني هي والله وقت اكون اكل حد يمر علي باولني هذا ولا عطني الصحن ولا صب لي ماء ولا عطني لومية وين اداني حد يمر علي وقت الويبه والله يا ابو كني ما اداني حد يمر علي وقت الويبه حب حد يمر علي الحين وقت الغداء تقول ما قلت لك خاصة انت 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 اللي قال لك حد يصورني ما ادري شو وحتى ما توصل لي التليفون الحين ابوي ما تريا الحين ما بيجي عسى بالغداء اهم شيء انك تتغدى يعني لا بالاخير لا كيف يعني كيف بتودرني؟ ما قدرت بادرك انت حط معتمد مال البرتغالي اي نعم المعتمد اي نعم زين خلاص يوم انا المعتمد عيل يلا اعتمد الغداء انت واللي وياكلنا ها غدينا الجماعه ما شاء الله تغديتوا؟ ايه بديت ايوه غدانا هالمعذب طول عمرك ما قصر جزاه الله خير قال اتاخر ريان هذا لا الحين قال غداهم ما اخر ما علي يعني نحن غير غدانا روحنا خاص ايه عاد هلا شنو يسمون المندازي خصوصي خصوصي تحطوا لكم جدر السرقال لا لا ما يطيع ما يحطه حمر عين والله حمر عين خاص حمر عين هذا مرجع هني مرجع وسماه في عاد راس الخيمه ابونا يسمون الحكومه قال لا الشيخ تعود سماه القصيص القصيص لكن مين القسيس القس لا كاهن 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 زي هو يا الله الله اكبر الحين يا ابو كاهن الاول الحين طاحت منها زين يعني ابداك براشد مشكور كيف بيتك الله لا وين منها اول السبوسه شو هاي الحين هذه بس خضار بس خضرة ايه وما بقلي مش وايد زين وهذا وهذا طول عمرك مرقب قوي طالع تفضل ايوه هذه الاوليه شوف الاوليه يا سلام فضل يا سلام طالع شوف بعد عليها وهذا سمت مشواي طري تو مجيوم من السوق ما شاء الله ما شاء الله وهذا ايش فوقه اشوف اذوق عاد ما هي برمسه ترحب من بعيد يا سي ترحب وهذاك الحب مفور حق شوربه زين وهاك عيش ابيض وذاك عرس ابيض الحمد لله زين وبعدين طال عمرك زين تعالك تدور يلا يلا يشتري ابو علو حقينا يا ربي وايد مبزني يا ابو راشد مدلتي ثلاث ريال يعلني ما ذوب حزنك يا رك الله يا ابو ثاني يا رك الله يا رك الله يا رك الله احمد الحايل انت رد السلام عليه ولا مكانك خالي ها 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 السلام عليكم السلام والله بالنعم والنعم من البضبي عندنا والله بالنعم والنعم الله يسلمك يا بنت كيف حالك الله يحفظك والله مليون مرحبا لين الحينة اللي يقول لك تطعم شوربة هالنمون ما تد هذا ما يعرف ابو محمد لا تفوتك شوربة شفت والله عليك ذوق ذوق ابوي يا سلام والطعام الجامي ما بمالحة ولا بخوب لا شوية أكثر عن المتوسط وبعد فيها شوية فلفل يا سلام سلم يا سلام وفيها روز ماري بعد ايه راشد أقول لك اللي الله خلى الناس يجمعون هي نعم ويصلون هذا المستوى من بركات منه حياة زايد يعني حياة راشد خليفة نعم محمد بن راشد وش كل يعني هذه نعمة ولا وين أبغى توصل بغبي ونعرف وين توصل بس علي أنا خلي واحد باكر وين تقدر ما تقدر توصل الكمبني العود أبوي تعال بارك الله فيك
تعال تعال ابويا تعال ابويا تعال تعال بارك الله فيك تعال تعال عليك رجلتي الحين من يومين ما نشوف احنا لا لا خلج ابويا غاي صبوي غاي ضارب تبه الحين تو نابر يطمن على الفيتامينات كيف اشتغلت يلا يلا عاد يلا ماشي تركيز ابوي كله عليه لا والله ميل سنين لا والله ميل لا لا شيء كرسي والله الفوق الاولي هذا هو اللحم يدفن داخل العيش ولا داخل التبيت حملت للحمة في العيش ويبيت طعم اللحم في العيش فلذلك هالطبخ الأولي هذا اللي يميزه حين لا من يذهب اللحم أظهروه من العيش وشبوا العيش وخلوا العيش روحه يسكر لا هذا الطبخ الأولي الأولي اللي على حلة واللومية مفغوصة هبتيك روح مفنقشة لا مفقص داخل العيش فلذلك تلقى ريحة العيش تفوتخ لوم يابس وطعم للحمى غير نموني غني يا روحه يرحب قالوه فوق التم مميزة يا غير أنا ما صدقت شوف ما شاء الله هذا لف انته بارك الله فيك قولكم اللي يقول والله العظيم اللي يقول تذكر أو خذ بيت شرات هالفوقة كذا من حبل المساء شوفوا اللوم اليابس ثلاث أربع نمونات يتسوى الثلث ينفقص ويتمرق داخل العيش فلذلك تلقط طعم اللوم اليابس فوتخ في الأكل وفي الحمى وفي العيش ويخلون وحدة له هنتين كزينة حين ترى هاي لسامان ديقة اللي فيهن المز والمد والغزل موجودة تبوية في الحمى في العيش في المروق غالي شيء لا صار ولا استوى هذا حين يا زام هذه هاي المرقة البدوية هي 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 فكرة بعد مسوين دقوس مسوين دقوس لكن هذا الدقوس هم عايدين عليه دقوس هالكويت الدقوس اللي هو المطبوخ اللي هو عبارة عن ثوم وطماط وفلفل ولازم صلصل بدون صلصل ما يستوي الدقوس رمي قاوم شوف الله عليك بالعافيه هلال بالعافيه لازم الدقيق شوف الله عليك لازم ها لازم يوم بتسوي العيش الابيض بتحطه بتحط مرقه البدو هذه لازم هالنمونه الدنيا الزح ما عليك ولا كلمه تمدن الحين ما بوقت ما تمدين العيشة هذه اللي تشوفونها ما بمال تمدين يا تاكل هالنمون ولا لا تاكل كان تحيد عمرك بتجز والله متطور اي ما يتشاه هذا كله مهم الخرس لا 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 هذا هالنمونة لازم هالشكل ولا ما شوف الجذر ما يركب الا على ثلاث لازم عيش شوي لبشي والحمى ناضي والمرم بحلقة غير هالنمونة ما يستوي هذا يوم يقولك يركب الجذر على ثلاث بارك الله فيكم شوف ما شاء الله الحرارة أنا يا بوك الخادم ما بينش يا رب يا هو شيء انتو ها يلا يلا هذا رجال هذا محمد الغاش وهذا محمد الغاش والنعم إبراهيم بن حمر عيد هذا هذا هذاك بالكاب بالكاب الفنان هاك زقرتي هذاك هي وراشد هالرجال لا زين هذا ثاني هذا مرشد ثاني بالمرشد هذا عبد الله بن سعيد بن خمير هذا هلال بن محمد هذا بن كل يداير منو ها ها أحمد القاضي ما شاء الله هذا جاني من الناس راشد بن خادم عادة تدري متى عديبه من العام العام 30 قبلها 30 سنة ما تلاقيه هاي ما شاء الله الشباب اللي هناك اللي هناك هناك هذا سعيد سعيد بن سيف بن حمر عيد واللي فوق معاي هذا نصر الزهابي واللي يوسف بن سيف بن حمر عيد حمال هي نعم محمد بروي اي والنعم وهذا الحمادي مبيع مخضرة الحمادي رقم 2 هذا هل البعود منو هذا جماعه كلها والله تشوفون والله مليون مرحبا الله يرحمكم
منو اللي عرفني؟ هذا احمد خوري. احمد انت تين الباطنه. الباطنه الباطنه هذه عاد من لندن للباطنه شو ذا الرهيب قويه شويه ما يكم ماي فير ولا نبو الباطنه من اكسفورد وديتني الباطنه على العين راسي الباطنه ما شيء مشكله لكن يعني ما كنت اتوقع انك يعني بتشطع بها البعد قلت تحرك هي لا نتحرابي يطري فريج يعني هني العام تلاجين الباطنة بونت ستريت تنزرون نبو سيد الباطنة والله مليون مرحبا بالباطنة من سكن في الباطنة يلا مليون مرحبا زين اي عندكم ايه عند حمدون غياب ايوة عند ابو عبد العزيز ايه حين عرفتك ايوة حين عرفتك ريال ملقب بالكينج كينج هذا الكينج هذا اللورد هذا كينج ولا لايكينج ها كينج ايوه زين هذا بسيط بسيط الله يسلمك والله مليون مره الله يسلمك فديت ابوك هذا على صداقه قديمه هذا هو انت الشيخ كان حد يحسدكم بيحسدونكم على هالبو الله يحفظك مكانك وبيتك الغالي لا الله لا يخلينا منكم ولا من هاليمع الفنان يبعثونا في مكان بهالايام المبروكه يعني الله يطول بعمره ان شاء الله ابو راشد الله يطول في عمرك يخليكم ان شاء الله يمعتن فنان وزين وهذا فهد ولد عبد الله بن الشيبه القبيسي هذا ابوي هلال خاله هذا الرجال خال هذا الفتى يعليه الجنه يعليه الجنه فضله واحسان وصل الدنيا كلها ابو راشد فضله واحسان غطى مطلع الشمس اللهم لك الحمد الحمد لله وعياله على نهجه كل الله يحفظه ان شاء الله اللهم الله امين يا رب العالمين ويخليك ان شاء الله يا ابو راشد ما قصر جزاكم الله خير الله يرحمه قدينا هاك الغداء اللي عليه رضوان من الله خلاص اخر مره زين غدينا هاك الغداء اللي عليه رضوان من الله ونحسين ابو سنة شقتكم سعيد هل الثاني اللي هني في اكسفورد تمسحنا وصلينا وعينا من الله خير والحين سايرين جدا سلفرج تمشى جريب يعني هذا شوف هذا في الاكسفورد وهذا سلفرج ها قدام مره ها بعوين ثلاث بنايات بينهم بين سلفرج موقعهم وايد فنان الشقة هاي واحدة منهن الدالة سيلفرج والشقة هاي مرة في ظهر حرز وكل جريبات على المواقع الحساسة يعني حلو السكن فيه يعني ما فيها كلافة لأنك يعني تصير بعيد ولا شيء يعني ما السكنتين كلها ما يبن تكاسي أي مكان تبي توصله بأريحية ها هادو ها هذا يشوفون القسم الجديد مال سيلفرج اللي على يم روحه هذا بابي يظهر جدا وين الاسكريم البارح والكراميلا وايد جميل هذا المكان الجديد مال سلفرج توسع وايد جميل مخلين اغلبيته حق الجواتي وحب الشناب عليكم الخلوق شوفوا الخلوق ها مرد فيسه لله درك يا سلفرج ها بعد حينه ما يتبوي ساعة الذروة الساعة 8 لا إله إلا الله ساعة الذروة ما تروم تمشي عجب ساعة الذروة شيء عجب ما يبون تصوير ما يعيبني الإنسان اللي يقول لي لا تصور مثل هذا ها يقول لي خالد لا تصور خلّى لك عيونك بفاطمة حرام عليك نحن يعني الحين ضربة بنسولف نار بس شو المشكلة يعني ليش ما تبي ثالث شو المشكلة يعني يا أخي عندنا حياة برايفسي يا رجل يا إن شاء الله ما عليك باس كل ما أقول له بصوره ما بطاي كل ما أقول له بصوره ما بطاي حتى والله العظيم يا جو سلفلج لأن غير نمونة أمة لا إله إلا الله فيه الحين جدا عند كل كوفي تتريى نص ساعة وساعة من كثر العالم هذا السلفرج زين وهذه سكنتي بتكون تاريخ
20/12 لين 5/1 ان شاء الله. هي اللي هناك هذاك هاي الفندق اللي صورت التحيدون اللي صورت العام صورت لكم مدخل ماله يوم ادخل اتفق مع حل سلفرج. هو مصورنا العام جاسم مصورنا هذا هو ان شاء الله. سووا لي في ترتيب من تاريخ 20 لين تاريخ الله يحفظكم 5/1. خمسة عشر يوم يقولون وايد زين كل حد يشكر عليه. أنا جيت اللوبي ماله الغرف ما جيتن الجماعة كلهم هذا جاسم زين ها؟ نعم زين من أخيار الفنادق. هذا زين الحمد لله. بعد الجريب ها مرة مشاهد مشاهد سلفرج مرة عند البوابة بعين الماء أي مكان أبوي عين الماء يعيبني أنا قطعت الكمبني حيس ويحه منك اللي أنا صوره. هذا اللي تشوفون المبنى هذا كله سويت واحد من فوق لين تحت هذا سويت متعدد الأدوار. واللي تشوفون التراسات اللي فوق كله أبوي سويت واحد بعد شيء طبيعي أنا بسكن في حجرة عادية أكيد يعني. وهذا كاسمه يا ربي شوف الفندق عاده وهي حديقته الخاصه فيه هذه الحديقه خاصه فيها كلها كامله يظهرك على الشارع هذا مشاهد الكنيسه بعد بسم الله بعد مشاهد الكنيسه روحني يا قلت لهم زين فوق عن الزين جايين هنا العام تحيدون العام في راس السنه هني سوينا توقيع العقد وياهم مال سلفرج والسنه الحين كل نفس الشيء وان شاء الله حين على الساعه 8:30 تقريبا برد سلفرج علشان بصور لكم شيء معين من عندهم يبغون الناس تعرف عنه. ظهرنا ابوي من سلفرج ها قبضنا هذا الطوريج بكبره تشوفوا بالله عليكم لنشور والله يا ابوكم هلال ما ادري من عقب الغداء وين طس اختفى قدرة قادر. سعيد نحن في اي شارع هذا؟ اولد بونت ستريت. هذا اللي هناك العقود الكبار اللي هناك ها العقود والدنيا هذا عاده اغلى شوارع في لندن مال الجوهرات والشنط وما ادري شو ما ادري شو ما ادري ونحن ابو الخاطفين يا زليل جوتي هذا شيركم عباره ما كانك تلبس لابس جوتي ما كانك لابسها ما كانك لابس جوتي. ودرت الله يحفظكم الأولي اللي كانت كنت لابسنا الصبح ودرت عندهم بيودون الفندق وهذا أبوي أخذته. نقول إن شاء الله عسى يكون القطة طلق 90% مسكر 90 إذا ما بمية أبشركم إنه طلق أبشركم ذاك أبوي من الوالي أباه الكهرباء الموجودات عندنا وهذا الرجال اسمه عبد الله بالسلاح من أهل دبي. من وين أنت أبوي بارك الله فيك أبو حميد أبو حميد أنت من وين أبوي بارك الله فيك ما علي صورناك ترى أنا ما علي ويا الكمبني عادة وين صار هذا خشوة والله مليون مرحبا بجاسم الله يرحمك شو الألوان شو الألوان التركواز سماوي ها شو هناك يرحم الألوان زين ونحن عاد في هالمكان الفنان قط أبوي هالريال شو اسمك أنت عاد كمل اسمك كامل خليفة يونس حاجة والله والنعم هذا الفنان منصور يونس حاجة عبد الله حسين علي هذا الريال والله مليون مرحبا هذا أبوي فولادي بارك الله فيك خليل ها خليل ما شاء الله عليك يا خلي كيف حالك والريال والله والنعم والنعم وعماركم ان شاء الله بس طب ان شاء الله يلا في لندن حل ما يستانس بعد ما شيء خير عن لندن في الدنيا العون الله ييسر اموركم يحفظكم ان شاء الله مع السلامه حبيبي يلا الله يحفظكم الله يحفظكم والله مليون مرحبا ايش حالك كيف انت يا مرحبا يا مرحبا مبارك عيدك امس عايد نابك وانت بالزي الوطني واليوم بالزي ما شاء الله الفرنجي يعني الله يسر امورك حبيبي
رد سلام. شوفك حبيبي الله يحفظك. لا بنفر ولا بفريد، ست انفار اللي امشي وياهم وضيعت ربعي. والسب شو تصوير هاللي ما يوجف، التصوير هاللي ما يوجف. ابطيت وياهم علق التليفون، تليفوني علق انزين وابطيت. وحين ربعي وهجوا عني، كم بيت ريون نص ساعة ساعة، كم بيت ريون الله العالم. بين وكم بين وبينهم، ها هم وين وانا وين، وين الحقهم، وين الحقهم، ان شاء الله اني الحقهم. وصلت عند بنايتي هاي اللي انا احبها، اللي اقول لكم عنها، اللي عند شيراتون باركلي. هاي بنايتي اللي انا احبها، بل احبها اعشقها، اعشقها من كم من سنة. ما كنت وقفت جيت عندها، لا لازم اصورها. فندق، هو فندق له اسم، هذا اسمها ما اعرف عاد اسمها. شوف الله عليكم اللون، تعظيم سلام، تعظيم سلام على هاللون الفنان. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. اللي محلي هاللون عاد شو، اللي محلي السيارة شو عاد اللسم. يا سلام يا سلام، يعلى الله يهني راعيها ويسعده. سيارة لون كلر ورزه. يا سلام يا سلام. بعدني في فندق اللنتر اللوبي، جلستي ما يقارب 5 دقائق وخطفت ابوي، استعدت الذكريات. وحين ابوي مشاهد ابوي لندن هيلتون، وحين وقف طريقي لين السلفريج. صرت سلفريج، صاير في شغل عاد الحين، من اوصل ان شاء الله بخبركم شو الشغل. اول الله، يا معيت وامطرت، يا معيت وامطرت، سق الله هاك الزمان. عيدوا في العيد، في العين ها؟ عيدوا في العيد، وفي يوم العيد في الليل ابوي طارب هذا الرجال، واستليته من ابو ظبي. وحين في لندن، شو الفرق؟ والله الفرق طال عمرك مثل ما تشوف الاجواء، رقم واحد، رقم واحد. ما عندي مشكلة، الحين هاي ينظر السح وجامي، هذا السح وهذا الجامي، ما بأي سح بعد. لا خنيزي، خنيزي، خنيزي وجامي. يا سلام يا سلام. حبيب والله، حبيب. اي والله، اصلي 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 خالي. ايش حالك؟ بارك الله فيك. الله يعافيك. شو اسمك؟ لا خلينا تامر. تامر 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 تامر. نعم تامر. يا ربي في ذمك. نعم. مكبرها عند الله. تامر بالله عليك، تامر ضرب الله تعد ابوك يا تامر. وين يا ابن هل اسم هذا اسم شيوخي؟ والله لو دروبك مشكلة انت. تامر بالله عليك. صبر جميل بالله المستعان. حبيب حبيب حبيب، الله يحفظك يبارك فيك. ها ها شبه هذا، ها والله ما يبه، ها دوك، ها ابوي، هذا ابوي، ابوي بطران ولدكم هذا، ما تبه. انا الله تصير ابوك، تعال تعال تعال. ها زين دوك، هاي ها شكلت شكلت شافه ما بماركة، يبقى ماركة. انت شحق ان شاء الله حايس ويهك من ناكي، ما تبي تظهر يا الملاق انت بعد. عليك السلام. عليكم السلام. عليكم. عليكم سلام. اليوم يوم الهي ولا يوم اللا؟ اليوم اليوم الهي. زين. What is the new now? So new, we now have this luxury VIP site for Thameen. Yeah. When did you start this section? This was actually very recently, just about a month ago. Uh-huh. So it's very recent. We have lovely flowers there in the corner, you see. And we have a sofa as well. We even have some drinks, which are mafi alcohol down there. What? Yeah, some drinks there, you can see. Look, those ones, if you see that. Those ones mafi alcohol. And it's amazing. So we have this whole... Now, how many places you have, Thameen? كم مكان عندكم? So the places, we're actually in 5 specific locations. Uh-huh. They're exclusive. We have Oswald in Zurich. We have Oberflinger in Munich. We have Manchester Selfridges. We have London Selfridges. And the most important, which one? The London Selfridges. Yes, that's it. Ahsan Shay. Ahsan Shay. Hello, Habibi. يلا أكيد عاد يلا. 1 2 3 Smile. Cheese. شكرا.
هذا ثمين الله يحفظكم فتح. We have three new products as well. But what's the new now? The new ones just over here actually they are. If you follow me to the luxury corner. A lounge. Okay, what's the new now? So the new ones, we have these. The one what we don't have it last five months yeah. This one here, the Imperial Crown. Three things. That's right. So Imperial Crown. This is one. That's right. And then we have the Scepter. This one. Okay. And we also have the Diadem. Okay, now I will smell all. Which one you think I will like? Oh, I think you are going to love the Diadem. This one here. This okay. Ijennen. Okay. Right. So let me show you this. We got this one here. It's got lavender. Lavender and? And patchouli. And also frankincense in there. Yeah, you like? Yes. That's good, you say. This is one. What about the other one? We also have the Imperial Crown as well. What is the name for this one, the first one? The first one is the Diadem. Yeah. The next one, this is my favorite. I feel like it's a rajali. القوي يعني هذا اللي هو هذا هذا رجالي يعني مش يونيسكس ما أعت no way to be unisex this one. Oh, they are unisex. They yeah, are. But it's more men. You think? Yes, I'm sure. Next we have Imperial Crown. Okay, this one's my favorite. I love it. But you are Alex. Alex, اسمي Alex. Ah. Yeah. My name is Khaled. That one there. It's got Gaiac wood. Yeah. It has also أشارات في مثل ريحة العود. Yeah, but it's wood. It's not an oud. It's more of a wood, like more like a foresty scent. That one is. And then we also this one. With the name for this one? The Imperial Crown. That one is. That one there. هذا اللي حتى ونروحنا. That one there. أيوة. وهذا تونا تروحنا منه. Yeah. It's beautiful. And this one. This one is. Oh my goodness. This one. This one had a yhabbal. So this one we have the scepter, which is nar. I promise you. What's the name for this one? This one, the scepter. This one is. Yeah. Scepter. Yeah, that's right. Like the scepter. These are all based on like royalty. These ones are the coronation. Almost as beautiful as you. All of them. Walla. Walla. ثلاثتين كل واحدة خير عن الثاني. لو اللي ياكلهن عرفن. الأوليات الحين جايبين هاي ثلاثة لهداد. So yeah, Diadem. Diadem اللي ريحة شرات العود. Imperial Crown. الإمبريان هذا بعد شرات العربي وهو ما بعربي وهذا بالأغلبية على فكرة يعني تقدر تسوي تقول إنهن يميل لليونيسكس أكثر يعني يقدر يستعمله الرجال يصير يستعمله الحريم يصلح للأكثر لكن أعتقد هذا شو اسمه؟ وهذا نفس الاسم؟ The Diadem. The Diadem شوي أكثر رجالي. ولا هاي لا أتوقع إنه يقدرون الاثنين يستعملون. لكن هو يقول أنا بثلاثة يونيسكس يعني الرجالين والحريم يستعملونه. لكن بثلاثة ريحة الخنينة. بيني وبينكم عدا على الأوليات للأسف يعني. وهذا أبوي عندهم جفت من عند ثمين. حرير رقم واحد. هذا ها شوف ها هذا أبوي تحطه في خاتم يظهر بالطرف هذا. تحيدون شالات الترمة شراتم. منديل حرير هالمنادي الله يحفظكم اللي ياخذ شويه عاده يبحبح في المشترى يعطونها ابوي هالمنديل بغت تستعمله هي وكانت حيد رايلها ابوي يلبس شو اسمه بدله حط البدله حط له في البدله وهذا قضيها ما زينه امين حيدون الاوليات عطورات ثمين 12 مضرب اللي هن هذه حدود الاوليات الحين ين ثلاث مضارب زياده دايدم سبته امبريال كراون هاي كل واحد منهم اخير عن البيعه وريحته تضرب في خمره الراس من اروع ما يكون ريحه ما الطياري هذا بهبهو لا اللي تبطي وبالاخص هالايام ريحتهم هاي شيء من يصلح للقيض والشتاء هب بس للقيض او الشتاء لا الاثنين وللي بياخذوا لزياده ابوي من هالعطر الفنان منديل ابوي حرير رقم واحد ولايكي لا صار قبله ولا صار قبله واشياءهم كلها جميله
هاي هدية ثمين للي بيتشرون من ثمين كورات من أربع ما يكون في الزين فوق عن أليكس What's his name? Oh, Steven. Steven. Yeah. He's gain weight, صح? I'm going home. Hey, والله. يا الله. هذا هو ما يعيبه. ما يعيبه حد يقول متى أنت. يا رب البيت الحرام. أول ثمين الله يحفظكم عندهم موقع واحد هناك أول ما تدخل سيلفريج المقدمة من العام بالسنة ما شاء الله فتحوا أكثر عن 5 أو 6 أفرع بس في سيلفريج شوف حين هذا الفرع الجديد هم الفي آي بي سويهم كراسي وعصير من ناكي ما أدري شو هذا السكشن مال الجديد تحيدون هذاك الموقع اللي هناك أول الأولي هناك أفضل في المدخل وبعد شيء موقع في الطرف اللي منه في الدورين اللي فوق دورين من فوق بعد فيهن بعد سكشنات لهم الله يرزقهم الشغل لهم بزين وسامانهم لهم بزين ما استوى ما انتشر بهالسرعة جودة عالية ريحته ما بلا على هذا التيستر زين حتى على اليم ريحته أخن شو اسمك مي وانتي هذه تعب سرعة منال منال اسمها هي منال وانتي مي صح في اي صف انت في اي صف مسز ميشيل هاو ار يو هاي شي از مدير العوده في سيلفريج بكبرى هاي هي مديرتهم نايس تو ميت يو Thank you very much. I'm very happy to see you and nice to meet you. I hope to see you inshallah in the Christmas and in the New Year. Aleykum salam marhaba walla marhaba. Allah yusallimki hafdak. Nice inshallah we meet each other in New Year. Absolutely. Inshallah. And you will make with me tour in all Selfridge. Absolutely. Inshallah. The whole of Selfridge. All the places, all places. Very important. Promise. Promise. Inshallah. Thank you very much. Nice to meet you. You too. Brini Timnu. What's your name? Wadad. Well, Marliyum Marhaba Wadad. Ya Zir. Wadad. اسم على مسمى. يا الله يحفظ ودادي. انتهت المهمة. خلصنا شغلنا مال سيلفريج. وحين إن شاء الله ساير أبوي فندقيه الريال جاردن. أتمسح. أصلي. بعين الله خير. برد بظهر. بتمشى نص ساعة ساعة ساعتين مرة ثانية وإن شاء الله اني برد الحين بسير أنا ناوي كنت أرد مشاي لكن الله يحفظكم إن شاء الله القرطاسة كم ما كبرها وثجيل بيني بينكم أسبوعي تمن علمات من المغرب أنا شو قلبها فلذلك إن شاء الله أنه خلاف بنار بالسعادة من أوصل الفندق وحين من الأخير وصلي انصبرت هناك ولا وأنا ظاهر ولا بطالع وين بوصل شوف اللي الله كاتب لنا يا الريال جاردن كان اخير فندق في الدنيا العوده وحين غادي الفندق ما يسوى ساوي ما ادري شيء لا الخدمه زينه ولا تدرون زالهم من متى اكثر من سكنت الريال جاردن اكثر من 25 سنه ولين اليوم هو نفس الديكور ونفس البيبان ونفس الفراش ما تغير فيه اذنه الحين اقول لكم غدا ما يسوى ترخيه الله يبوك لو شفتوا الى الاول البرود التحف الصور المناظر الحين ابوي لا فشته والله يا ابو احمد ولا قير ين الحين والله ما يسوى لك شف طعام ولا الاول فندق رقم 1 جدا لا سووا له صيانه ولا عدلوا ولا زينوا والخدمه تعبانه كنديشنات حاره توبة هنا ما أطيح ولا أسكن دبة حياتي إن عدت لأكون أنا من الضالين توبة توبة زين خديجة سلام عليك وعليكم السلام كم سنة حين التهني أنا في لندن صار لي 27 سنة أنت أبوي كم عمرك مليون لا أنا يسموني عجوز لندن زين ما تكذبوا أنا أبو
يعني جاي من بلادك خم عمرك 40. جيت كنت صغيره درست هون خلص دراستي وقعدت هون. اي ما بصغير جاي يعني حرمه كامله 20 ايه 20 ايه ومنها ايه قرية يعني حكي 67 لا 68 هاي ابوي خديجه هنيتي عند الجماعه بارك الله فيها وحرمه سريجات تاكل رواعي الدار وكلهن ابوي حريمنا من الامارات يعني الناس اللي يعني تسير وتي وياهم يعني تقصر دوب عندهن وتشي تشرن ضربه وتوديهن المستشفيات وتعرعربهن يعني الله يخليكم هم اهلي والامارات دولتي الثانيه الله يحفظك وانتي اختنا وعزيز علينا يا خديجه واخونا ومعرفتي مع الجماعة تبع الشيخة مهرة من أيام أخ هلال القبيسي لما كان ملحق صحي لدولة الإمارات كانت علاقتي معه علاقة عمل وصارت علاقة أخوية وإن شاء الله حدوم دايماً وحنظل دايماً أصحاب وإخواني إن شاء الله يزاك الله خير يا خديجة أمسيناتش أنا وهو البيت لقطنا كلمنا أخوك أظني قال زوجي رايلتش معرس أنت؟ معرس الحمد لله كم عندك من البيبي؟ كم عندك من البيبي؟ بس واحد كم عند الحمد لله كم عمره؟ عنده سنة سنة؟ عجوز توها بخلفه شو بدك ليش؟ الله راد سبحان الله ربنا لما يعطي يعطي اللهم لك يعرف يعرف الله سبحانه وتعالى وما يتيأس من رحمة الله سبحان الله عقب كم سنة انتظار؟ انتظرت 20 سنة اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد وأنا أسعد إنسان على وجه الأرض لأن الله سبحانه وتعالى رزقني هالسبي الحلو الجميل إذا ما طلع عليك أكيد إنه جميل هو منو شابه ابوه ولا ما مني شابه شابه ابوه مين طبع الحمد لله ايه طبعا الحمد لله خسف يعني. الله يبارك فيك يا خديجه شكرا لا ما شاء الله عليك فرصه كثير سعيده لانه دائما اسمع عنك ودائما اتابعك وانا كثير كثير محظوظه جزاك الله خير جزاك الله خير الله يطول عمرك وعمرك ان شاء الله صحه والعافيه مرحبا مرحبا بخديجه الله يحفظك لا انت قبل انت منو عادل وياك احمد القاسمي من وين بضبي من دبي من العين شالي في دبي والله والنعم يا مرحبا وش حال جايين كشتة جايين تتمشون والله جايين مشترى حق الرضايع هي شوبينج يعني شوبينج هي شوبينج مفروض في الكريسماس عاد شو اسوي الدنيا الدنيا رخيصة الحين الدنيا لا بغضوا ما حصل لي اجازة الا في الجيم انا تركت انت كم بني كان جاي يسوي شوبينج من الامارات لين دبي لين بضبي لين لندن شو نسوي هذا شوبينج انت كمبني ها كمبني لا لا وين كمبني تراني كل دين الحمد لله سوي عليك الله يحفظك حبيبي انت بس بتصور لو بس انت تبي تصور لو انا وانت نصور انا وانت يلا يلا صور يلا تحين شو اسمك حمد بن خميس رميدي هي صور ترميثي من جد اللم واللبو ولا شو؟ من اللم واللبو لا من اليد واليد هي بس اللم مو هي هي رد السلام عليك السلام عليكم ان شاء الله الله يحفظك